الخامس من شهر فبراير القادم هو موعد إجراء التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. 68 وافداً جديداً على مجلس الأمة سيشرعون في مهامهم التشريعية والتدقيق في القوانين ومراقبة عمل الحكومة. وهذا التجديد راح يخرج أعضاء منتخبين وأعضاء ثلث الرئاسة الذين قضوا 6 سنوات، وسوف يلتحقون أعضاء جدد، وهذا الأعضاء يكون المجلس قد اكتمل. وبهذه المناسبة السيد الرئيس وضع كل مؤسسات الدولة سواء كانت منتخبة أو معينة في أماكنهم، لذا نطلب من السادة الأعضاء أن يلتزموا بالقوانين التي سوف تأتينا كقانون البلدية، ممكن قانون الحزب إلى آخره. مهام كثيرة وتحديات كبيرة تنتظر الوافدين الجدد على الغرفة الأولى للبرلمان، خاصة وسط الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه البلاد، والمساهمة في بلورة القوانين التي تخدم مختلف القطاعات الحساسة في البلاد. يثري مشاريع القوانين، خاصة التحولات التي يعرفها العالم وتعرفها الجزائر، التحولات السياسية والتحولات الاقتصادية، الأزمات التي تجتاح الدول، كورونا إلى غير ذلك، يعني النكبة الاقتصادية. وبالتالي يريد منها السيد رئيس الجمهورية يعني سنة اقتصادية محضة. العضو النشاط خاصة المحلي والوطني، كاين الناس تطرح الانشغالات، تجيب انشغالات المواطنين، انشغالات مثلا إذا كنا نهضروا على التحديات، هناك ملف الإدماج لازم نستمروا فيه، هناك ملف العمل يجب نستمروا فيه، الناس طالب في التقاعد النسبي، الناس طالب في السكن، الناس طالب في البرامج السكنية، الناس طالب في الصحة، الناس طالب في السفر. أهم شيئين مطلوبين يعني عند النواب هي السكن والعمل. التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ستكون بمثابة النفس الجديد الذي يعطي دفعة نحو الأفضل لعمل المجلس والمراقبة الصحيحة لعمل الحكومة، لكن بشرط صحوة الضمير المهني لكل عضو من الأعضاء.